يزعم أن يصعد إلى القمر ويتمختر على ظاهر القمر كما يزعم، ولكن كثيرا من شعوب الأرض هموم تتحاوشها، وهم وحر، ويبنى بجوار الحضارة المادية مصحات النفس. الطبيب النفسي قديما كان زبائنه يأتونه مختفين، ويزورونه في ثوب المساكين، ويختفون بأسمائهم حتى لا يدرى ولا يعلم أنهم مرضى اكتئاب أو أي اضطراب من الاضطرابات النفسية والوجدانية. الآن بات تخصص الطب النفسي أربح تخصص يدر على الأطباء مالا، جلسات يجلس بين يديه مؤمن وكافر، صالح وطالح، تقي وفاسق، كلهم يشكون الحياة ويشكون الهموم والآلام فيها. ووالله لو سلكوا الطريق الذي رب الحبيب عليه أمته عليه الصلاة والسلام لن يجدوا هذا التصحر في أخلاقهم والجفاف في أرواحهم، ولعاشوا على وجه الأرض قادة وسادة، ولو كانوا يلبسون المرقع ويأكلون خبز الشعير. إذن معاشر الأخيار، نتحدث عن السعادة التي ينشدها البشر كلهم، كلنا معاشر الأخيار. لو تسأل إنسان ماذا تريد من الحياة؟ قال أريد الطمأنينة، أريد السكينة، أريد الحياة الرضية، أريد السعادة. وبعضهم وهو يقول السعادة يبكي لأنه قد فقدها، ولأنها صارت كالكبريت الأحمر أو الأزرق لا يوصل إليه، مع أنها موجودة والله دانية، إنها قريبة. لكن الأعمى لا يرى ضوء الصباح، لكن الأعمى الذي سلك طريقا يريد السعادة. أتدرون ما مصيبة الخلق حتى من المؤمنين وغيرهم؟ ما مصيبتهم؟ يبحثون عن السعادة بمعصية من خلقها. وهل هذا منطق؟ هل هذا منطق؟ الذي خلق السعادة حرمها. أقسم بجلال الله لن يسعد عبد فوق ملك الله إلا بطاعة الله. ولا تبحث ولا تطرق الأبواب، بحث عنها قارون في المال فخسف الله به وبداره الأرض، بحث عنها، وتعرفون قصة المرأة، أغنى امرأة فوق الأرض بعد نهاية الحياة قبل موتها انتحارا تعلن للعالم قد جربت كل نعمة وركبت كل مركب وسكنت كل قصر وتجملت بكل حلي، في آخر الأمر تقول أنا أشقى امرأة على وجه الأرض، ثم يجدونها جثة هامدة. نعم، إن الطريق إلى السعادة لا يمكن أن يمر عبر محطات المعصية للذي خلقها. ومن عدل الله، من عدل الله أنه يعطي الدنيا من أحب ولم ومن لم يحب. أما الحياة الهانئة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة إنما هي لمن آمن وقبل ذلك عمل صالحا، أي صدق هذا الإيمان بالعمل الصالح، وإلا فالطريق مغلق. أشهر كتاب في تربية النفس على طرد القلق، دع القلق وابدأ الحياة، كتاب سطره رجل مفكر غربي يدل الناس أن يتركوا عنهم الهموم وأن ينسوا الماضي وأن يعيشوا الحاضر وأن لا يفكروا في الغد. الذي ألف هذا الكتاب مات منتحرا. إنك لتعجب، أيدلنا على طريق الهناء والسعادة ويموت مستوحشا من نفسه ضاقت عليه رحباتها ومناكبها؟ نعم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. إن إقامة الإنسان وجهه لله فاطر الأكوان، فاطره خالقه بارئه خالقه جل وعلا، إقامة الوجه أمامه وله والخضعان له، إنها إكسير الحياة وسر السعداء. والذي يحيد بوجهه عن إقامة وجهه لله
ما أطول ليلة، ما أتعس نهارة. بعضهم يأكل لا ينام إلا بمهدئ، لا يمكن أن يعيش فوق الأرض ويخرج إلا بمسكن، إلا بتخفيف النواقل العصبية وتهدئتها لتقتل الإلحاحات التي في صدره وكادت تفجر صدره. لا نقول في الطب النفسي شيئاً، بل هو من نعمة الله التي أنعم الله بها علينا، لكن نقول إن بعض الناس يشتكي الله على المخلوقين، يقول إن الله عذبني، مع أنك لو سألته أحدهم يسألني يقول يا شيخ أنا مهموم، سيارته جديدة، فلته على شارعين، المال لديه، زوجته يحكى أنها من أجمل النساء، نسبه عال، الشهادة دكتوراه، ومع ذلك قد سكن الهم وجهه ويزفر زفرا، جرب كل شيء إلا أن يعود إلى الله. سكر، غاب عن الوعي، استخدم المخدر، سافر، خاض البحار، صعد الجبال، يقول ما تنقلت فوق ملك الله في مكان إلا وكان الهم يسكن صدري. قلت هذا من عدل الله، ومن عدله أن حرم على العصاة وعلى الكفار، على منحرف الأخلاق أو منحرف المعتقد، حرم عليهم الهناء، الحياة الهنية، حياة السكينة، حياة الرضا. تنظرها في وجه فقير ولا تراها في وجه شقي، تجدها في وجه رجل لا يملك إلا ثوبا لربما أتاه صدقة، ولا يملك في حسابه ريالا، ما عنده بطاقة الصراف وليس معه بطاقة ائتمانية، لكنه ينظر، تنظر إليه كأنما الشمس تجري في مفرقه، وتنظر إلى وجه الرضا وتقول بشر يا أبو فلان، يقول الحمد لله، إن كان أهل الجنة فيما أنا فيه الآن إنهم لفي سعادة. وتتلفت، يخرج من جامعنا ما مع سيارة، ويذهب ساكن فوق سطح عمارة، وطعام الغداء يكفيه عن العشاء، لا يقرأ ولا يكتب لربما. لماذا رحلت السعادة من قلب ذاك الذي كملت النعم ظاهرا؟ لأن السعادة ليست بمظهر خارجي، السعادة إيمان باطني، فإذا انعقد القلب على الرضا بالقضاء والتسليم للخالق وإقامة الوجه لله، انقدح ذلك في وجه المؤمن. يقول واحد عامي أعجبتني كلمته، قال يا شيخ الذي يهون الأمر نحن الفقراء، ونحن الذين ولله الحمد، يقص عن نفسه، نصلي ونقوم الليل، أن الله أعطى أهل الدنيا ممن عصاه كل شيء إلا السعادة. والله لو أعطاهم السعادة مع هذا كان انفقعت قلوبنا، أي أنه لو أن الله أعطاهم السعادة وهم يعصونه لتفجر البطين والأذين وتطلبت الشرايين وتوقفت الأوردة، لكن الله عدل. أنا إذا وقفت، يقول عن نفسه، وقفت في جوف الليل أعصر العين، فتسيل الدمعة في جوف الليل لا يراني إلا الذي شق نور الفجر وأظلم بالأكوان، أناجيه يا رب يا رب أبكي، وهل البكاء طريق للسعادة؟ نعم، إنه بكاء الخلص الأتقياء الذين سلكوا الطريق إلى السعادة حقا. إخواني، لو رأيت رجل، مكة أليست من جهة الغرب من هنا؟ لو رأيت رجلا قد لبس الإحرام وتوجه للشرق على سيف البحر، لبيك اللهم لبيك، وتقول وين رايح يا الأخ؟ قال إن شاء ربي جعل مكة بين يدي على الساحل، يقربها، ماذا تقول له؟ أنت في الطريق الخطأ، طريقك لا يوصل، والله لو تمشي إلا إذا قطعت كوكب الأرض وعدت من الجهة الأخرى، وإلا في الطريق لا يوصل. هذا هو حال أولئك الأشقياء الذين سجنوا، وأخطر سجن في العالم ليس زنازين تحت الأرض، وليست سجون لها جدران منيعة، أخطر سجن يسجن الله فيه عبداً حاد عن الطاعة وعن الإيمان وعن العمل الصالح، يسجنه في صدره. القفص الصدري سمي قفصاً
لأن الله لربما يغلق على بعض الناس فيتنفس ويخرج الهواء ويزيد الألم ألما. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضاد نون كل حتى الحروف فيها صعوبة في مخارجها. ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن السعادة التي تنشدها البشرية، وأعجبني يوم قصة رجل أتى، وسنذكر بعد قليل أن البشرية تحتاج منا معاشر المسلمين، وقد أعطونا مصانع، أعطونا طرقات، سفلتوا وبنوا عمائر وناطحات سحاب، وصنعوا لنا لابتوب، وصنعوا لنا البلازما العريضة هذه، وصنعوا لنا كل أمر أتى، وأرسلوا لنا حياة الدنيا ليرتبوها لنا، وعندنا بضاعة أغلى والله من بضاعتهم. رجل وقف في منى وعند الجمار وقال اللهم لا تدخلهم الجنة. فتلفت الناس على الذي يدعو عليه، أعوذ بالله، ويحك، أفي مشعر منى والناس يأتون لله من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم تدعو عليهم؟ يريد أن يلتفتوا إليه، يريد استثارتهم، يريد أن يصيبهم بصدمة كهربائية لتوقظ قلوبهم. فلما التفتوا عليه ويحك قال قد ماتت أمي ومات أبي على النصرانية، سأحاجكم أمام الله. صدرنا لكم كل متاع، مراكبكم من صناعتنا، وجدركم من بنائنا، وأرصفتكم من تصديرنا، وعندكم أغلى ما يصدر وهو الدين، فلماذا لم تصدروا لنا حياة الروح؟ لماذا لم تصدروا لنا السعادة؟ لأننا معاشر الأحباب في هذا اللقاء نحصر الحديث عن السعادة، وقد يفقدها كل من أخطأ الطريق. لذلك الإسلام أتى ليرتب حياتين، والملل الأخرى ترتب حياة واحدة. انظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلنبدأ صفحة من أعظم الصفحات. مملكة الفرس ومملكة الروم كانت أكثر حضارة من ممالك العرب كلهم، أليس كذلك؟ أكثر ما في بعثة حبيبنا صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار كانت حضارة الفرس وكانت حضارة الروم. فلماذا لم يسند الله إنقاذ البشرية من أتون الشرك والضياع والظلم والانحطاط إلا للعرب الذين أخلاقهم كجبالهم قاسية، وأخلاقهم قبل الإسلام متصحرة كأرضهم؟ لماذا يصطفي الله محمداً عليه الصلاة والسلام ويخرج معه مواكب الإيمان الذين رباهم عليه الصلاة والسلام لينقلوا السعادة للبشرية، مع أن لبسهم الجلود وأكلهم يأكلون ما خشن من الطعام ويلبسون ما خشن من اللباس؟ لماذا اصطفاهم الله؟ يقول العلماء إن من حكم اصطفاء الله للعرب والذين هم ليس عندهم حضارة مكة واد غير ذي زرع، الأرض حتى الماء يغيب عنها الماء، ثم يخرج الله وينتدب الله لإسعاد الكون عباد يعيشون حياة الشظف وحياة صعبة كأرضهم. قالوا لأن السعادة في الأصل لا يمكن أن يحملها من غرق في الترف، ولا يمكن أن يحملها من تلوث معتقده بدين يعتقد أنه سماوي وهو قد نسخ. لذلك بعث الله محمد بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وأتى للعرب وهم ليسوا أهل ترف. ولذلك لما انتدبهم وابتعثهم لقيادة البشرية إلى جنات النعيم، كما قال ربعي بن عامر يركب البرذون، حصان صغير السيسي هذا اللي يركبونه أطفالنا، برذون ويلبس المرقع ويأخذ الرمح وعليه أطمار، وقد جاع أيام، ويدخل على هرقل أو رستم ويخرق النمارق بحربته ويقول له ما الذي أتى بكم؟
فيقول دستور رسمه قائد الأمة وإمام العظماء والأتقياء والأنقياء والحنفاء والأنبياء عليه الصلاة والسلام، قال: ابتعثنا الله. ما أجمل كلمة ربعي يا شيخ، ابتعثنا الله. يعني أنتم لستم كفؤ يا من تلوثتم أن تبتعثوا اصطفاء. اصطفى الله النبي منا ثم اصطفانا حوله، ولذلك الذي لا يترضى على الصحابة فقد هدم وقدح في مقام النبوة. اختار الله النبي واختار الذين آمنوا معه ورضي عنهم جميعا جل وعلا. قال: ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا. ما يعني السعادة أن ما يكون عندك مال، لا، يكون لك مال ويكون لك متجر ولك عمارة ولك من الدنيا نعم المال الصالح في يد العبد الصالح، لكن إن ديننا يأمرنا ونحن نعمر الأرض أن نعتقد أن نعمرها لنعبرها لا لنسكن فيها. قال: ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا. ولاحظ المشهد، ضيق الدنيا هو يسكن قصور الذهب ولديه الجواري يمنة ويسرة وفي بلادهم الأنهار تشقها، أهذا يضيق؟ نعم. اللي يهون يا أخوان جوع الدنيا وضيق الدنيا أن المعاصي مع أول غمزة في النار ينسى لذائذها، والذي يجعلك سعيدا يا من لربما مر على جسر الآلام والأحزان أن الصبغة الواحدة في الجنة ترد الآلام مكاسب وتجعلك في جنة، هل رأيت شرا قط؟ قال: لا يا ربي. قال: ومن ضيق الدنيا. ولذلك السعداء زيفا وكذبا ممن يركبون البراذن والمراكب ويسكنون القصور وهم يعصون الله، هذه سعادة زائفة، هذه ضيق. ولذلك عندما قيل لابن حجر وقيل نقل عن غيره الليث بن سعد أن رجلا في مصر كان يهودي ورأى الليث بن سعد يركب من أو ابن حجر لا أذكر، وكان ابن سعد كان من أغنى علماء مصر، قال: ويحك، نبيكم يقول إن الدنيا سجن للمؤمن جنة للكافر، أنت تلبس حلة بألف وتركب حصانا بكذا وتسكن قصرا وأنت من علماء الإسلام، كيف يكون واقعك هذا سجن وواقعي جنة وأنا فقير؟ قال: يا أحمق، يهودي أحمق، ولا يوجد في اليهودي إلا حمق وخنازير. نعود إلى الأحمق هذا، فقال له، قال: كيف يكون نبيكم يقول لنا أن هذه جنتنا وهذه سجنكم وأنت في النعيم؟ قال: يا أحمق، إنما وعدنا الله معاشر المسلمين بنعيم الجنة إذا قورن بما أنا فيه فهو سجن، وإذا قورن عذابك الذي ينتظرك يوم القيامة إن مت كافرا فإنما أنت فيه من فقر لنعيم. نعم، إن السعادة التي أتى بها الإسلام سعادة الدارين، ليست ظاهرا بل هي باطنة. لذلك الذي ينشغل بالسعادة الظاهرية، أحدهم يقول لي: يا شيخ أشعر بضيق. قلت: صليت الفجر جماعة؟ قال: لا. ذكرت الله 100 مرة اليوم؟ قال: لا. استغفرت 100 أو 200 أو 1000؟ قال: لا. قرأت جزءا من القرآن؟ قال: لا. قلت: والله لا ألوم الهم يوم أن يسكن صدرك. الخط الذي تسلكه لا يوصلك إلى السعادة. ولذلك سأذكر في ختام الكلمة والمحاضرة أن الرضا بالقضاء الذي علمه محمد لأمته بتعليم الله له جل وعلا يجعلنا يموت أبناؤنا ونحمد الله. أحد يموت ابنه ويحمد الله؟ نعم، لأن قصور الجنة تبنى وتقطع، تبنى للحامدين، وتقطع أقدامنا ونحمد الله، وتحترق تجاراتنا ونحمد الله، ويموت أغلى أبنائنا ولا نزيد عن قول الحمد لله. الجائزة: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحد. أيها الأخيار، هذا الزمن المعاصر المادي غرقت الأمم في المادة حتى بات أجمل الأراضي، سويسرا أنا لم أصلها، يذكرون أنها جميلة ولا أريد أن أنظر إلى جمالها، لكنني أنظر إلى إحصائيات رفعت: أكثر دولة أوروبية انتحار سويسرا،
ما أغناهم يتعلمون، وفي بلاد جميلة من أجمل ومن أنظف بلاد الأرض، لماذا ينتحر أهلها؟ الجواب خواء الروح. ولذلك البشر في هذا الزمان، الياباني صنع لنا كل شيء، والدليل الجيب اللي انت راكبه تويوتا برا والإكسس وغيره من السيارات وغيره من الصناعات الدقيقة. هذا العقل الذي وصل إلى هذه الدقة، أتعلم أنه لم يصل إلى الله بعد؟ ما وصل إلى الله بعد. يخرج للمصنع الذي يصنع فيه أدق الصناعات، ثم قبل ذلك يضع يديه هكذا أمام صنم بوذا فيحني رأسه. أي انحراف وأي عمى القلوب. ما دلك هذا العقل إلى خالقك؟ هذا سبب. والسبب الثاني أن معاشر المسلمين، أننا نحن أمة الإسلام، سنسأل يوم القيامة عن هذا الدين، هل نقلناه؟ هل صدرناه؟ هل نشرناه؟ هل بشرنا به أمم الأرض التي باتت كل شيء عندهم؟ من ملوا يا أخوان، أقسم بالله ملوا من النعم، حتى بعد أن جربوا النعم التي توافق الفطر، ها هم الآن يجربون ما يخالف الفطر. فلانة تزوجت كلبها، نسأل الله العافية والسلامة، وفلان لن يصوت للرئيس الفلاني إلا إذا أقر بأنه تزوج جون أو فلان زميله، يريد أن يعلن زواج ذكر على ذكر. أي انحراف! حتى في عالم البهائم هذا الانحراف غير موجود. يريدون ماذا الانحراف هذا؟ ماذا يريدون؟ إذا أرادوا الضيافة لا بد أن يغيبوا عن العقل ساعات، لا بد أن يقرع الكأس على الكأس، عسى أن ينسى الهم الذي يعيشه. بات في هذا الزمن، والله الذي لا إله غيره، إن دعوة الناس إلى دين الإسلام بالمعتقد الحق إنه واجب عيني على كل قادر. وأذكر فتوى لإمامنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وعلماء المسلمين، قال: الدعوة إلى الله واجب كفائي إذا قام به من يكفي. أما اليوم فنشهد، يقول الشيخ، فنشهد أنه لم يقم بها من يكفي، إذن باتت واجب عيني على كل المسلمين. فالذي لا يدعو إلى الله إنما هو يريد شقاء العالم. العالم المادي رأسمالية شيوعية بوذية وثنية، هم يحتاجون إلى ما عندنا. نحن لا نقلل أن العمارة الأرض واجبة على المسلمين، وأننا مستخلفين فيها، ويجب أن نجمع أن نكون لدينا هم لبناء الدنيا والآخرة، نبني الدنيا لكي نصل للآخرة، وهم يبنون الدنيا لأجل الدنيا، وهم غير مقتنعين بعقيدتهم من الداخل، يحتاجون هزها، يعيشون الوحشة، يعيشون الضيق، ولدينا الترياق، ولدينا العلاج، ولدينا النور، ولدينا الوحي الذي يوافق النصرانية، لأن الذي أنزل الكتاب على عيسى هو الذي أنزل القرآن على محمد عليهم الصلاة والسلام، والذي أرسل موسى هو الذي أرسل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، والكتاب الذي ما حرف. أما الكتب التي تطبع 20 طبعة من أناجيلهم وكتبهم فإننا يسمونها مقدسة، وهي ليست مقدسة. الكتاب الذي أنزل على موسى وعيسى هو الكتاب الذي نؤمن به. منطلقاتنا في إقناع الغرب الباحث عن الدين الحق والباحث عن السعادة منطلقات عقلية شرعية توافق الفطرة، لكن مشكلتنا عقوق أبناء الإسلام لهذا الدين. عقوقهم في الداخل، بأن بعض أبنائنا، وخذ مثال أبناؤنا الآن الذين يهرولون للاختبارات، اختبار الرياضيات، الفيزياء، الحاسب الإنجليزي، المواد، لماذا يهرول لها أبناؤنا ويغيبون عن ربهم ولا يقفون بين يديه الذي بيده أن يوفقه إذا تخرج، ويزوجه إذا جمع المال، ويبني مستقبله؟ من الذي بيده هذا؟ أليس الله وحده؟ لماذا أبناؤنا باتت تربيتهم مادية
ولذلك يا أخوان بعد يوم أن حادت التربية الروحية الوجدانية عن تربية المسلم وغاب الدين الحق عن الكافر، عاشت الأمم في الظلام والضلال والانهيار، وكثرت المصحات النفسية، وكثر المرضى، وكثر الرقاة، وكثر الذين يفكرون في الانتحار. سألت طبيبا نفسيا يوما من الأيام، قلت له: سعادة الدكتور، ما هي نسبة الذين يدخلون عيادتك وقد فكروا يوما في الانتحار؟ قال: النسبة 88%. 88% ممن دخل عيادة الدكتور هذا فكر في الانتحار من مرة، وكل مرضى الاكتئاب شفاهم الله. قلت: قال ما رأيك يا شيخ أعطيك إحصائية تضحك منها؟ قلت: لا. قال: خذها. ما هي؟ قال: الأطباء النفسيين في الولايات المتحدة، أطباء النفس، استشاري الطب النفسي الغربي فكر في الانتحار منهم 41%. الذي يصرف مضادات الاكتئاب ويصرف مضادات القلق وغيره هذا يفكر بالانتحار. ما معنى ذلك؟ علمه جهل، ما أوصله للحقيقة، وما أوصله للسعادة، ولا أوصله للطمأنينة. لأنه كما قلت في بداية الحديث، لأن الله عظيم، ومن عظمته ألا يسعد عبدا عصاه، سواء كان مؤمن أو كان كافرا. الكافر من باب أولى، والمؤمن من باب أولى، من باب آخر. انظر الزواج يا أخوان، أليس سعادة؟ الأصل إن الإنسان فوق الأرض يستوحش حتى يأتيه امرأة صالحة يلتقي بها بعقد صحيح، ثم يتولد من النكاح أطفال هم قرة العين. أليس بعضنا أراد السعادة بالزواج يريد قرة العين؟ فكانت المرأة تقور العين، فرق بين قرة عين وتقور العين، أليس كذلك؟ أليس بعضنا يريد الأبناء ننجب تبارك الله في الروضة روعة، وفي الابتداء الجنة، ولما بلغ المتوسط صار شوكة في خاصرة أبيه وطعنة في حلقه. لماذا انقلبت أبواب السعادة شقاء؟ المال، بعضنا عنده مال. ما أريد أن أحزن قلوبكم، ما أخبار سوق الأسهم؟ بعضنا الآن لما ذكرتها راحت السعادة منه، كان مبسوط الآن. لماذا ذكرتها يا شيخ؟ يا أخي لعل الله أراد. أنا جلست في مجلس عند مع رجلين، أحدهم على اليمين ولا يأكل ولا يشرب، حزين، مالك؟ قال: خسرت 200,000. قلت: من الذي أعطاك إياها؟ قال: الله. قلت: احمد الله لعله أراد بك خيرا، من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر. قال: يا شيخ بس مهموم، والله لو سحبت قبل، لو لاحظ، لو اللي تفتح الشيطان قبلها كان ما وقع. واللي على اليسار رجل كبير سن قد اشتعل رأسه شيبا. قلت: يا ابو فلان اجل ما ساهمت؟ قال: الا وخسرنا 7 ملايين، لكن اللهم لك الحمد، اللهم لك، اللي اعطاها خذاها، واذا اراد يردها ردها. عطنا تمر يا شيخ، وصار ياكل تمر ومبسوط سعيد بخسارة 7 مليون. وهذا يقرأ عليه الناس رقية، ويأخذ مضادات الاكتئاب، بل ويدخل أحيانا في نوبات انهيار عصبي على 200. لماذا السعادة؟ السعادة ليست بجمع المال ولا رحيل المال، إنما السعادة يوم أن يطمئن القلب أن كل شيء في الحياة بقضاء وقدر، ويوم أن يطمئن القلب على أن الذي خلق وله الخلق له الأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله. يوم أن يستسلم العبد ويسير إلى الله. حبيبنا عليه الصلاة والسلام ما كان فقيرا، ولا يجوز أن نصف الحبيب أنه فقير، لكنه كان لا يبقي شيئا في يده حتى لا تفتن أمته. والله ما الفقر أخشى عليكم، هذه رسالة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. إذن ماذا تخشى يا رسول الله؟ قال: ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا الذي خشي الحبيب عليه، فتح الدنيا والانشغال بالفانية ونسيان الباقية، وهذا ثالوث الانهيار في حياة الإنسان. أيها الأخيار، سؤال واحد حتى ترتب الحياة. لو قيل لأحدنا الآن أو أن الله إذا أراد أن يقبض أحدنا أرسل له مسج أو رسالة جوال: ستقبض غدا بعد صلاة الجمعة،
أو خلينا نمدد شوي يا أخوان، ما رأيكم؟ ستقبض بعض شهر. أنا لست هادم اللذات ولا ملك الموت، لكنني أضرب مثالا للتقريب. أي واحد منا الآن مشغولين يا أخوان، مشغولين، وأنا حتى جوالي ما سكت، ما أغلقته، والعالم في شغل. وعسى الله يجعلنا وإياكم ممن يعمل لدينه، وأن يجعلنا من السعداء وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. لو قيل لي واحد بعد شهر ستقبض إلى الله، ما رأيكم لما أتاه خبر موته؟ استراتيجيته في الحياة، الخطط البعيدة والقريبة ومخططات الحياة كيف ستكون؟ هو ناوي حبيبنا هذا يشتري أرض، وبيشتري شقة، وبيتزوج، وبيشتري سيارة، ها، وبيزوج واحد من الأبناء، وكل حياته بيض الله وجهه، يعني رجل منها له ومنها غيره. ما رأيكم لو قيل في 10، نحن 10 رجب، في 10/8 شعبان عام 33 للهجرة بعد 400 ستقبض بعد العشاء؟ ماذا سيصنع صاحبنا هذا؟ ستتغير نظرته للحياة. لو تقول له يا شيخ تابع الأخبار، قال ايش أخبار، انت مجنون، ايش أخباره؟ طيب نطلع الطلعة بحرية، قال ايش البحر ولا الأرض؟ يا مسلم انت فاضي؟ أنا رجل سأرحل، ويبكي. اللهم صلي على محمد. طيب يا أخوان، من اللي قال لكم أنه بقي شهر حتى نرتب الوضع؟ من اللي قال لنا بقي شهر؟ أليس بعضنا لربما لم يبقى شهرا أصلا، بل بعضه؟ لذلك السعادة أن تأتيك المنية وأنت تحب الله. الله أكبر، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ما الذي يجعلنا نكره الموت لو كان بعد شهر؟ مخربينها صحيح، مع الخلق ومع الخالق نريد رد الحقوق ودفع المظالم. بعضنا يمكن يدخله النار خادمة بيته، المرتب ما أعطاها إياه، لربما عامل يبيع ظلمه حقه، لربما بعضنا أخ أو أخت قطعه، إلى غير ذلك. فالسعداء هم الذين يقال فيما يروى قديما أن ملك الموت، وهي من قصص بني إسرائيل، حدث ولا حرج، قول أن ملك الموت أتى لملك من ملوك بني إسرائيل فقال له يا فلان، وهو بين حاشيته ويمشي على النمارق وقد ركب سرج الخيل وكان في طيلسان ويلبس الحلل، قال ملك الموت إني قابض. فالتفت قال أسجد، أي أنزل بس من الفرس وأسجد. قال لا يستقدمون ولا يستأخرون، فقبض فسقط تحت قوائم الفرس فمات. ثم خرج وكان الذي بعده رجل فقير مؤمن من بني إسرائيل، كان يمشي على شاطئ البحر ومعه قفة يحملها، فدعاه من خلفه فقال يا فلان، قال لبيك أيها المنادي، قال ملك الموت قابض، قال مرحبا بغائب طال انتظاره. الفواتير مسددة، مبسوط، ليس عنده من شيء يخاف منه. تصوروا لو الله جل وعلا الآن أمر عيوننا أن تتحدث بما فعلت، وأيدينا أن تتحدث بما بطشت، ألا يفضح بعضنا؟ كان فوق الأرض، فوق الأرض، إنما يريد السعادة في طريق الله ما كتب فيه السعادة. ولذلك نقول معاشر الأخيار، هو لا خيار، لا خيار للمؤمن للمسلم، بل لا خيار لبني آدم، مؤمنهم وكافرهم، أن يدخلوا بوابة السعادة إلا عبر طاعة خالقها. ولذلك يقول العلماء عليهم رحمة الله من الكلام الجميل الذي أنقله، يقولون إن الله جل وعلا خلق دارين، دار للسعادة والهناء إذا ودعت جسر جهنم. الإمام أحمد كان قد انقطع شسع نعله، فنزل عبد الله بن أحمد بن حنبل عليهم رحمة الله يريد إصلاح شسع النعل، انقطع. قال له أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، قال دعه، حذاء دون حذاء وقميص دون قميص حتى نلقى ربنا. قال أبتاه، عذاب، دخل في السجن 28 شهر، تطايرت لحم ظهره ونتف الظهر تحركت من مكانها، جلد، عذب، ابتلي، فتن. وكانت أعظم فتنته أن الجميع خرج من الفتنة إلا هو بقي صامدا. قال يا أبتاه متى الراحة؟ اسمع جمال الذي يعذب وهو سعيد في الداخل. قال الراحة يا بني
إذا ودعنا جسر جهنم خلف ظهورنا وخطونا إلى باب الجنة أول خطوة، هناك نداء الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أيها الأخيار، إن حديثنا عن السعادة وكوننا نريد تصديرها للبشرية، أقول السعادة باختصار في توحيد الواحد الصمد جل وعلا. والله والله لا تذوق لذة السعادة حتى تخلص التوحيد. ولذلك المشرك الذي يطوف بقبر ويتمسح بعتبات ويسأل غير الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، معذب، لأن ما يدري صاحب القبر هو لو خرج صاحب القبر يمكن يصفقه ويطلعه مع الباب: وش جابك هنا؟ رح صل وادعو الله، أنا بحاجة إلى أن أكون مثلك. الذي لا يتعلق قلبه بالله، وهي عهد يأخذه المؤمن عند أمام الله كل يوم. صلينا العشاء، ماذا قرأ الإمام؟ قرأ العهد: إياك نعبد وإياك نستعين، المحققين للتوحيد عبودية واستعانة، توكل، رجاء، خوف، نذر. أي عبادة من عبادات القلوب خاصة القلوب، لأن التوحيد له ظاهر أركان الإسلام، وله باطن أركان الإيمان، وله صفاء وهو ركن الإحسان، المراقبة. إذا أردت أن تكون سعيداً فأخلص، أخلص من قلبك تعلقه بالخلق، واربطه بالخالق، واصدق مع الله، واصدق مع الله في قولك: إياك نعبد وإياك نستعين. قصة جميلة: رجل أعرابي جاهل، أمي أقصد، ليس جاهل، أمي، ذهب إلى رجل من العظماء وكان يعطي صدقات، لكنه لا يعطي إلا بعد فراغه من الصلاة. فدخل عليه بعد الفجر وكان العظيم الثري هذا جالس يصلي، فلما تقدم ليسأله طرده الخدم الذين حول هذا العظيم: اخرج، قف بالباب، حتى إذا خرج سيدنا. وهو من العصر معاصر، هذا العربي هذا معاصر، ليس من زمن السلف الصالح الذين مضوا. قال: طيب. فوقف، صلى الفجر صاحبنا هذا، ثم جلس يذكر الله حتى ارتفعت الشمس وصلى ركعتين. فلما انتهى رفع يديه ودعا الغني وكان الفقير خلفه، فلما اندعى التفت يرى من خلفه، فلما نظر بالباب فإذا ذاك الذي وقف عنده قد خرج، فقال للخدم: ادعوه. فدعوه ووقف. قال: انتظرتني ساعة، فلما فرغت من الصلاة رحلت. قال: أتيتك باللغة العامية، أتيتك أشحذ، يعني أتسول، فوجدتك تتسول، فقلت: أذهب أشحذ اللي تشحذه، يعني أتسول عند الذي تتسول عنده. قال: وماذا؟ قال: رأيتك قد رفعت يديك تقول: اللهم ارزقني. فقلت: لماذا أجي للمخلوق أقول ارزقني؟ خلاص أروح للخالق ويأمر الله من شاء من عباده ويرزقني. فكان هذا الجاهل في مقاييسنا مدرسة من التوحيد. إن الرضا وانعقاد القلب بالتوحيد الخالص لله رب العالمين من أعظم معاشر الأخيار، من أعظم محصلات الإيمان السعادة. أيها الأحباب، حتى لا أطيل، ما الذي منع نشر السعادة؟ سعادة التوحيد. وإذا قلنا السعادة بالتوحيد، لأن الذي يعبد الله على جهل أو على حرف أو عبادة المقايضة، إن أعطاه رضي وإن لم يعطى منه ما رضي، هذا ليس سعيد. أو يعبد الله على عقيدة منحرفة كما يعبد بعض الملل المنحرفة وهي تدعي الإسلام، هذا ليس سعداء. أليس من بعض البشر من يضرب نفسه وبعضهم يسجد نفسه؟ بعض البوذيين وغيره يغلق على نفسه عاما كاملا حتى يخلص النفس من الشرور، وادعاءات باطلة، ويخرج عقله فيه لفة، ثم إذا خرج وهرطق بمهرطقات صدقه الأتباع. أي دين هذا؟ أعود فأقول: مما منع وصول الخير إلى الغرب والشرق البعيد والداني بعقيدة التوحيد حتى يسعدوا، أولاً لماذا ما نغير في الغرب والشرق والكفار؟ أولاً أن بعض المسلمين أخلاقهم ليست أخلاق الإسلام،
وصدينا عن الدين بذلك. نستخدم عامل كافر ثم لا نعطيه حقه، نستخدم خادمة ثم نؤذيها، نكون بعضنا يلعن ويشتم. بعض الكفار يقول في الغرب المسلمين نحن نشرب أكرمكم الله الخمرة في كوب صغير، وهذا يشرب بالقارورة، اللهم صل على محمد، هذا أي هذا؟ هذا مسلم هذا؟ ثم إننا لنا صديقة واحدة أو اثنتان، ويأتي بعضكم له 10-15، إيش هذا؟ أهذا دين؟ إذن أخلاق الإسلام الذي لا يتمثلها بعض المسلمين رصدت عن هداية الناس. مع أني أقول هنا ينبغي أن نقول لكل مسلم جديد: المجتمع الفاضل، المجتمع المثالي، مجتمع القدوة ليس في القرن 20 ولا 21 ولا 15، إنما هو مجتمع النبوة، ذاك المجتمع الذي رباه خير من وطئ الثرى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. نربط بالمجتمع الفاضل، أما أن نربط بمجتمعنا هذا، إذن أخلاق الإسلام صدت. الثاني الإنهزامية وعدم العزة التي ينبغي للمسلم أن يشعر بها. بعضنا منهزم في بلاد الغرب لا يعلن إسلامه، مع أنهم يحترمون الذي يحترم دينه. يقول رجل: كنت في مطار هيترو في لندن وكنت أريد الصلاة، تلفت فأذنت، ولما أذنت أخذت جدارا قصيا وتستقبلت، فقلت الله أكبر، أريد أن أجمع المغرب مع العشاء. يقول: فإذا حركة غريبة خلفي، وإذا البوليس يدخل ويضع أمامي ساتر حتى لا يشغلني الناس، وإذا قلت ولا الضالين، إذا المطار هيترو يرج آمين. وين طلعوا ذولي؟ ما أحد منهم صلى، بعضهم احتقارا لا يشعر العزة في نفسه. أعلن العزة بالدين، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يكفي أن دينك يوصل للجنة إن صدقت. إذا نحن نقول ما نكفر الناس، نقول لهم أنتم كفار خالدين في جهنم ابتداء، لا، يجب أن ندعوهم بالحسنى وندعوهم بالأخلاق وندعوهم بمثل الإسلام، لكن يجب أن نشعر بالعزة أننا الأعلى. ولذلك عند ماذا يقال أن أرمسترونغ اللي يقولون والنسبة والعهدة على من نقل أنه وطئ القمر، هذه إذا وطئ القمر ولا سطح عمارة من عمارات أمريكا أنا لا أعلم هو وصل ولا ما وصل، لكنهم يقولون إنه لما وصل إلى القمر ومشى بقدميه صرح وأعلن عز الأمة الأمريكية في السماء. ماذا قال أحد حكماء الغرب من أشهر علماء التربية في الغرب؟ قال: صدقت أرمسترونغ، نحن وصلنا القمر، لكن أقدام المجتمع الأمريكي في الوحل، أي أخلاقنا لا أخلاق، اللقطاء على الطرقات، الانتحار بالأبواب، المصلحة هي التي تسير، الموعد يحترم لأجل المصلحة لا لأجل الدين. نعم، يجب أن يكون في بلاد المسلمين إسلام ومسلمين، لكن يبقى العزة لأهل الإيمان ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ومن العوامل التي أيضا منعت تصدير إسعاد الناس أن الغرب كذب كذبة فصدقناها، ربطوا ديننا بالإرهاب وأننا نصدر الإرهاب. وهل علم الإنسانية الرحمة القطط والكلاب والضوال إلا الإسلام؟ وعرفهم حقوق الإنسان، وجاور اليهود محمداً عليه الصلاة والسلام، فكان يبدأ اليهودي يبدأه بالهدية ويزوره عند مرضه. تصديقنا لكفار أننا دين إرهاب هو الذي لربما أقعس بعض الناس من أن يعتز بدينه. لا نقول إن ما أخطأ من أبناء المسلمين أحد، نعم أخطأ، لكن أما أخطأ الخنازير في فلسطين؟ ما أخطأوا وهم يسرقون أرض مباركة ويقتلون أبناء المسلمين؟ أخطأ فوق الأرض كثير. لماذا أهل الإيمان إذا أخطأوا وضعت المجاهر وغيرهم يعطى من التبريرات ما يعطى؟ أيضا من الأسباب التي جعلتنا لا نصدر للغرب ديننا وإسعادنا للخلق عدم استخدام الوسائل التقنية في الدعوة إلى الله. بعضنا يا أخوان عند أصدقاء لديه شبكات التواصل فيسبوك تويتر إلى غير ذلك،
وعنده وعنده، لكن ما صدر يوما هذا الدين لأولئك الذي يدعي صداقتهم. وما استخدمنا وسائل الدعوة إلى الله إلا وسائل تقليدية. الوسائل يجب أن تحدث، الدعوة باقية، أما وسائلها فينبغي أن تحدث في كل زمن حتى ننقل الخير. يقول لي أحد الإخوان أنني طلبت وهو كان في بريطانيا إيميلات رجال في حزب ما أدري هو العموم أو غيره من مجالس الحاكمة في بريطانيا، يقول فلما أرسلت إلى 100 منهم رد 33 بالانبهار بهذا الدين. أحدهم يقول إن كان هذا الدين الذي أتى به محمدا وأن الذي تذكره صدقا عنه فلا يسوغ لعاقل من بني آدم إلا يدين الله به. نعم، أسلم أو لم يسلم، خلخل هذه القناعات التي تجذرت في قلوب الكفار خاصة. أيها الأخيار، أختم فأقول السعادة سر ونعمة لا يجلي الله أفياءها وأنوارها ولذتها وعبيقها، لا يجليها إلا على قلوب مؤمنة مستسلمة. وإليك بعض من أسبابها. أول سبب إلى ورود السعادة لقلبك الإيمان بالله، إيمان لا يشوبه كدر، الإيمان بالله وتصديق ذلك بالعمل الصالح. وأعظم عمل يا أخوان، بعضنا يتمنى يأخذ عمره، وبعضنا يتمنى يحج، وبعضنا ما لم يفطر يوما في رمضان، لكن اليوم ليس في ذمة الله. أتدرون من المسلمين الذين ليسوا في ذمة الله اليوم؟ كل واحد منا ما صلى الفجر جماعة. إذن لم تكن في ذمة الله ففي ذمة من؟ ارتبط بالصلاة بالذات التي قطعت قدم عروة بن الزبير وهو يصلي، إن صدقت الرواية وفي سندها مقال، التي جعلت أولئك الأخيار إذا كبروا عرجت أرواحهم. يقول بعض العلماء لماذا فرضت الصلاة في السماء؟ حتى تكون السر السعادة في الأرض. وكيف سر السعادة في الأرض؟ لأن المصلي إذا صلى وعرجت روحه إلى الله عاش كالملائكة لذة وسعادة. أما اللي يصلي وينظر في الساعة والجوال ويتلفت وينظر متى ختام الصلاة فلا أظنه يذوق السعادة. من أسباب السعادة أيضا الإيمان بالقضاء والقدر، كل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر، أي عبر، أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ومن أسباب السعادة أن تحمل لواء الدعوة إلى الله ولو كنت مقصرا. والله إن أسعد الخلق الذين يدعون إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قائد السعداء محمد بن عبد الله، ولن يسعد إلا من كان معه في الكتائب المؤمنة ومواكب الإيمان التي تدعو الناس للدخول إلى هذا الدين. أختم فأقول من قواعد السعادة في الدنيا معاشر الأحباب التخفف من حقوق الخلق والإحسان إلى عباد الله. بعضنا صلى العشاء اليوم ورفع له 400 صلاة، بعضنا 500 صلاة. أتدري لماذا 400 صلاة؟ لأنه لربما هدى ضالا عن طريق الغواية فأسلم على يده، أو كان مكروبا من المكروبين فنفس عنه فالله ينفس عنه. فيا معاشر الأحباب أحسنوا للخلق، فرجوا كربهم فيحسن الخالق جل وعلا. وأسعد ريال ليس الذي في جيبك، إنما الذي أطعمت به جائع أو كسوت به محتاج. اللهم اجعلنا من أنصار دينك، واجعلنا من السعداء فوق الأرض وتحت الأرض، واجعلنا يوم العرض ممن يظل تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعلنا من الدعاة إليك على بصيرة. اللهم اهد ضال المسلمين واهد ضال العالم كله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من حملة نور الوحيين إلى الأرض يا رب العالمين، واجعل لنا مثل أجور من اهتدى بهدانا،
واجعل لنا مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وبارك لنا في أعمارنا وفي أوقاتنا وفي أموالنا وفي علمنا. اللهم يا ربي لا تقبض أرواحنا إلا وقد رضيت عنا، اجعل خير الأعمال خواتمها، وخير الأيام أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. يا رب اجعل جائزتنا في هذا اللقاء المبارك، اجعل جائزتنا في ختام هذا الموسم المبارك، يا رب اجعل الجائزة الآن وقد تنزلت ملائكتك في أركان هذا البيت من بيوتك، يا رب اجعل الجائزة أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. شكر الله لي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة هذا الإبداع، وأشهد شهادة حق أن وزارة الشؤون الإسلامية في قطر ممن يحمل هم هذا الدين، لا في قطر وحدها ولكن على وجه الأرض المزيد المزيد، فإن الأشقياء على أرض الله كثير. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.